الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن كل أسبوع حتى يخلص الفوائد، حتى تنتهي الفوائد الثمانية، سنقرأ فائدة نشرحها، لكن نعيد قبل ذلك الفوائد التي قبلها. أصل الفوائد الثمانية ما هو أصلها؟ مين بيفائده بإلي؟ أصل الفوائد الثمانية، على أصل الفوائد الثمانية، أن حاتما الأصم صاحب شقيقا البلخي، اثنيناتهم هدول بالعارفين بالله، صاحب شقيقا البلخي 30 سنة، فقال له شقيق خلال 30 سنة، بعد 30 سنة شو استفدت من صحبتك إلي؟ فقال خرجت بثماني فوائد. فنحن كل درس عم ننهي فائدة لأنه على قد الربع ساعة. الفائدة الأولى طبعا لن أشرح، لكن كل مرة نذكركم فيها مشان تحفظوها. الفائدة الأولى يا زاهر، قال أني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعض ذلك المحبوب إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا. طيب أنا بدي محبوب يكون معي في القبر. قال ولا يدخل معه في قبره منهم أحد. فتفكرت وقلت أفضل محبوب المرء ما يدخل في قبره ويؤانسه فيه، فما وجدته غير الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة تدخل إلى القبر وتؤنس صاحبه، وقلنا خير الأعمال الصالحة قراءة القرآن. طيب الفائدة الثانية، أني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم، تبعوا هواهم، فرأيت من اتخذ إله وهواه الله الله على علم. أني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم، فتأملت في قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وتيقنت أن القرآن حق صادق. القرآن صادق عم يقول وأما من خاف مقام ربه. إذا قال فبادرت إلى خلاف نفسي، ما اتبعت الهوى، صرت شو ما بتقلي نفسي أنا بساوي عكسي. فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت لمجاهدتها، وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله وانقادت. النفس مثل الدابة الجموح، بدك تروضها 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 لحتى تنقاض. يعني انه للواحد كل يوم فز قبل الفجر والدنيا برد والدنيا شتي، وخاصة لما كنا بالبيوت العربية وبدنا نطلع من الديار والدنيا تلج والأرض تلج، وتقوم لتتوضأ لتسخن المي وما كان في مي سخنة، لحتى وبعدين تكتك تكتك وترد ترجع من المطبخ، ترد ترجع على غرفة اللي انت قاعد فيها، شغله بتخوف. طيب لكن النفس مع الايام اذا قدتها قياده صحيحه تنقاد تعتاد. خالف النفس والشيطان واعصهما وانهما ما حضاك النصحى فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فانت تعرف كيد الخصم والحكم. الفائده الثالثه، قال اني رايت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا. إن الشوفاز الله يرضى عليك حبكت. أني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكه قابضا يده عليه، فتأملت في قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذا هذا مو شطارة أنك تجمع ملايين، شطارة أنك أنت وين تنفق هذه الملايين؟ جمع الأعمال الصالحة. قال فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. طبعا هي حاله بينه وبين الله، ما خلى معه شيء. لكن انت مو مطلوب منك ما تخلي معك شيء، انت مطلوب منك ان تاتي بهذا المال من حلال وان تنفقه من حلال. هلا هي احوال لبعض اهل الله. عمر بن عبد العزيز ما ترك شيئا، فقيل له ألا تترك لأولادك شيئا؟ قال إن كانوا يعني فجارا فلا أترك لهم ما لم يستعينون به على معصية الله، وإن كانوا أبرارا فسيغنيهم الله من فضله. فيقول أحد
رجال بني أمية يقول مات عمر بن العزيز بن عبد العزيز وعنده كذا درهم، يعني ما معه شيء، ومات فلان من الخلفاء وعنده كذا، يعني مليون مليون، والله لقد وجدت في يوم واحد أولاد فلان يعني لا يملكون من المال شيئا، وأولاد عمر بن عبد العزيز ينفقون من المال الكثير، يعني أغناهم الله، يعني رجل صادق في ظنه بالله، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، ظن بالله ظن حسن شو بيعطيك لما لا، ظن أنه الله بده يعينك على حفظ القرآن شو بيعينك لما ما بيعينك، بس بدها إرادة وصدق مع الله، ظن بالله ظن حسن، دائما خليك بالظن الحسن، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، هكذا قال عمر بن عبد العزيز وهكذا روي عن أولاده. الفائدة الرابعة، احنا قريناها الرابعة مهم، أني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوال والعشائر، يمكن ما رأينا ما؟ لا. هي وصلنا لعندها ما؟ ليش ما حطيت عندها إشارة ما؟ طيب، الفائدة الرابعة هناك من فوائد تعلمهم حاتم الأصم من شقيق البلخي رحمه الله تعالى، قال أني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنهم في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم الشرف والعزة في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقد طائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره، وتأملت في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق، وظنهم وحسبانهم كلها باطل زائد. يعني الآن ما الذي يجعل بعض الناس يطغى ويظلم الآخرين؟ بوتين لما بيدبح الناس بسوريا، والسوفييت الروس يعني دبحوا الناس مسلمين في الشيشان وفي الصومال، أنهم ظنوا أن الجاه هو في ظلم الناس، هكذا ظنوا، ظنوا الشرف والعز في ظلم الناس. بعض الناس ظن أن الشرف والعز في جمع المال، بعض الناس ظن أن الشرف والعز في الجاه والحسب والنسب، بعض الناس يعني يفتخر بكثرة الأموال بكثرة الأولاد، واحد يظن أن العز هو في المناصب. دخلنا مرة لعند، كنت أدرس في الثانوية الشرعية في دمشق، فمعامل المدير حط هيك لافتة هون، إن المناصب لا تدوم طويلا، سبحان الله العبارة ما بنساها أبدا، إن المناصب لا تدوم طويلا، طيب شو اللي بدوم؟ قال ونظرت في قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى. شو هي التقوى؟ قال التقوى أن يكون في قلبك مخافة وخشية من الله تحجزك عن معصيته وتدفعك إلى طاعته. ماشي بالطريق شفت واحدة، وين التقوى؟ في تقوى بغض النظر أبدا، أن تجعل بينك وبين معصية الله وقاية، هي التقوى وقاية، حاجز يقيك من غضبه، وأن تجعل بينك وبين طاعة الله عز وجل بابا مفتوحا، هي التقوى. ذلك قال والتقوى أقوى، ويسرنا والتقوى أقوى، رب العالمين علكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعل للرجاء، رجاء أن تتقوا الله عز وجل، رجاء أن تتقوا الله سبحانه وتعالى. جعل بعض الناس اليوم الصيام إمساك عن الطعام والشراب، لا، إمساك عن المفطرات. سيدنا عائشة كانت ترى الغيبة من المفطرات، المعاصي من المفطرات، انتبهنا، الآن يفطرون على المعاصي ويتسحرون على المعاصي ويظنون أنهم صائمون. على فكرة بيننا وبين رمضان 120 يوم تقريبا، ما تفكروا بشغلة بعيدة، نقرأوا كثير من رمضان ونفحات رمضان يا رامز، وأجواء رمضان وحياة رمضان، ولو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت الدهر كلها أن يكون رمضان. فهذا الرجل وجد أن الجاه الحقيقي في تقوى الله. يعني الآن أنت، ما الذي جعل الإمام الشافعي يبقى إلى اليوم في قلوب الناس ويتعبد الناس يعني ربهم على مذهبه؟
ما الذي جعل الإمام أبا حنيفة قدوة للناس ويتعبد الناس ربهم على مذهبه؟ ما الذي جعل الإمام مالك كذلك والإمام أحمد؟ شو اللي خلاه؟ يعني الإمام الشافعي قال له أنا مذهب، فمذهب على مذهبي؟ لا، هو كان يجتهد وكان يتقي الله وكان بينه وبين الله صلة، فمات الشافعي وأبقى الله ذكره ورفعنا لك ذكره. هي صعيب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من سار على طريق النبي له حظ ونصيب من هذا، فرفع الله ذكر الإمام وحنيفة. يا جماعة اليوم يتنفقون التريليونات من أجل أن يخلدوا، نجي يسهلوا الأصنام ويعظموا الناس ويحطوا صورهم على كتب المدارس تيها الرؤساء وما أعرف شو، وبيحطوا صورهم على العملة وبيحطوا، بس يسقط الحكم بتشق الناس العملة، بيتم استبدال العملة، بيحولوها على الحديد والكتب بتتغير والأصنام ولي بتنزل كلها، بتتنزل من فوق لتحت وتداس بالأقدام ويبدأ عهد جديد وكأن أحدا لم يكن. ليه؟ لأنه ربط قلبه هذا الإنسان بغير الله. لكن واحد مثل الإمام الشافعي ما فعل شيئا سوى أنه اتصل بالله. يا أخي والله هذا سر. سر الإمام الشافعي ولد في عام 150 وتوفي في عام 204، نحن الآن بعام 1441، خلينا عم بحكي على الهجري، 1441 والناس ما زالت تتعبد الله على مذهب الشافعي، ماليزيا كلها، اندونيسيا كلها، الأكراد هنا في تركيا كلهم على مذهب الشافعي، كثير من أبناء بلاد الشام على مذهب الشافعي، هلا اللي ماله على مذهب الشافعي في تركيا هو على مذهب أبو حنيفة، وكلهم الرسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم، المغرب العربي على مذهب الإمام مالك وهكذا، البلاد الحجاز على مذهب الإمام أحمد وهكذا. طيب ما هذا السر يا أخي؟ السر هو الإخلاص. إذا بدك الله يرفع ذكرك يرفع مقامك في حياتك وفيما بعد مماتك فاتق الله. والله هي التقوى بتشوف ثمرتها عند الله، هو بالدنيا قبل الآخرة، لكن الثمرة من يعطيها؟ الله سبحانه وتعالى. هذا كله جاه زائل، هاي المناصب وهي الدنيا وهي حعيد العبارة مرة ثانية وبعلق وبختم. أني رأيت، لاحظ الفائدة الرابعة، حنعيد الفائدة الرابعة، شو خوجة؟ أني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كسرة الأقوام والعشائر فاختر بهم. قومي، عشيرتي، قبيلتي، حزبي، أنا ناس بالحزب، ناس بالعشيرة، ناس بالقبيلة، أنا ابن فلان، أنا هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى صار روح على المقابر الأولى، هذا من عيلتي وهذا من عيلتي وهذا كان زعيم وهذا كان رئيس وهذا كان زعيم قبيلة انتبهنا، كل هذا ضياع وكله غفلة عن الله. وزعم آخرون أنه يعني الشرف والعز والجاه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد. في ناس عايشين أبدا للدرهم والدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميسة، شو عبد الخميسة السوء؟ تعيس وانتكش وإذا شيك فلن تقش، يعني الله عز وجل ما اطلع فيه. نعم، فافتخروا بها وحسب بعضهم الشرف والعزة في غصب أموال الناس. هذول قطاع الطرق، هلا قطاع الطرق صار الدول بكاملها هي قطاع طرق، لكن بقى لبس حلو يعني. انتبهنا بلبسوا حالهم بحطوا قرافتة ويقولوا نحن أولاد عالم وناس، بس هني قطاع طرق في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم. واعتقد الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. حكونا قصة، احنا عنا بالميدان، حي الميدان، حمام اسمه حمام الدرب، هيك اسمه يعني الدرب من هون، فسمي الحمام حمام الدرب، ما في جامع دقاق. فحكونا بعض أساتذتنا إنه في واحد هون كان يعني لما يفوت هيك يفوت على هذا الحمام أو غيره أو كذا يجيب الـ100 ليرة، الـ100 ليرة لما كان حقها بهذا الزمان يعني أكثر من $1000. إذا بتحسب إنه الـ100 ليرة كانت شغلة كبيرة كثير، ما بدي أحسبها $100، شغلة قليلة. انتبهنا، فيلف كان الدخان ما يجي جاهز، حطوه له ورق خاص، حطوا الدخان ويلفوه لفه ويدخنه، ف
فكان اسمه دخان لف، يعني التتن، يشتروا التتن لحاله ويحطوه على ورق خاص. هذا كان يجيب ال 100 ليرة ويلف فيها السيجارة. شو عم يعملها؟ عم يحرق مال الله. هذا المال مؤتمن عليه، في ناس ما عندها طعام تاكل، فكان يجيب التتن ويحطها بال 100 ليرة ويلفها ويدخن. بيقول استاذنا اللي ذكر لنا القصة، قال دارت الايام هذا الانسان صار يوقف على باب حمام الدار ومد شقفة ويقول مال الله. الله سلبه المال، ليه؟ لأنه ما شكر الله على نعمه. بالشكر تدوم لنا النعم، الشكر تدوم النعم. والنعم كيف شكرها؟ أن تحافظ عليها، أن تتقي الله فيها، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، هي النعم. نعم. قال وتأملت في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فخذرت التقوى واعتقدت أن القرآن حق. القرآن حق لما هو حق. أكرم واحد عند الله مين؟ التقي النقي. قال واعتقدت أن القرآن حق صادق، وظنهم وحسبانهم كلها باطل زائل. فعلى أي طريق سال الشيخ حاتم الأصم؟ على أي طريق؟ إن أكرامك عند الله أتقاكم. كل هذه الأمور لا تختلف، كل هذه الأمور. والله بكرة لما بنشوف نحن نهاية طاغية الشام، مثل ما شفنا نهاية طغاة غيره، هولاكو وجنكيز خان ونيرون. هذا نيرون نحكي لكم قصة عنه ونختم حديثنا. نيرون سيدنا حب يساوي حفلة، عزم زعماء ورؤساء، هذا في روما نيرون، دعا ناس كثير وشخصيات كثير، فقال له بدي تعملوا لي قناديل بشرية. فأجاب ناس وربطها إلى أعمدة وطلاها بالقار بالزفت وأشعلها، فأضاء الليلة بالبشر. انتبهنا؟ أضاء يعني بدال الأضوية بدال الكهرباء بالبشر. فدائما عندما يذكر الطغاة يذكر في مقدمتهم نيرون. أين نيرون الآن؟ من يذكره؟ وإذا ذكر بأسخف الأقوال. أين جنكيز خان الذي دمر بلادا بكاملها؟ لكن أين الشافعي؟ أين أبو حنيفة؟ يا جماعة، هون الذكر الحسن، هذا العز الحقيقي. وعندما يرفع الله ذكر عبد في الدنيا فهذا يعني أنه قد قبله عنده لدى انتقال الروح إلى الرفيق الأعلى. هذول الناس، ابن الجزري يلي الله أجر خير على إيديه، القراء الحفاظ الصادقين. أتكلم عن من رضي يعني صدق مع الله عز وجل منهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتح. حضر سؤال؟